كنت أتساءل ما الذي يجب أن نعمله. هذه لقطات من سيرة حياة سيدنا عيسى كما وردت في الإنجيل الشريف. وجدت أنه من المثير جدا أن أسمع أكثر عن حياة هذا النبي، ليس لأني مؤمن به، إنما بدافع الاطلاع. يقولون عندنا العلم بالشيء خير من الجهل به، هذا تماما ما نسعى دائما لتحقيقه في برنامجنا أفكار حرة. سمعنا عن هذا الرجل العراقي السيد منذر الذي هو الآن مؤمن قوي بالمسيح. سيد منذر، الموضوع جديد وغريب بالنسبة لي، لهذا تمنيت القيام بالحوار معه في محطتنا المحلية للاستعلام منه عن اختياره والأشياء اللي جذبته نحو هذا النبي العظيم. لو درسنا القرآن دراسة عميقة لاكتشفنا بأن المسيح يختلف عن أي شخص آخر في القرآن. القرآن صور المسيح أنه شخص منقطع النظير، لا يساويه أحد من البشر، له مكانة مرموقة في القرآن، وهذا هو الشيء الذي جلب انتباهي. وهناك نصوص كثيرة في القرآن تبين هذه الحقيقة وتؤيد هذه الحقيقة. بنشوف أول شيء موجود في القرآن هو ولادة المسيح العجيبة. كل إنسان ولد بطريقة طبيعية من رجل وامرأة، كل إنسان لديه أب وأم، حتى الأنبياء ولدوا بطريقة طبيعية، لكن القرآن يخبرنا بأن المسيح لم يولد كباقي البشر، ولد لم يكن له أب أرضي، لأنه ولد من مريم العذراء وبدون علاقة مع رجل. القرآن يوضح بأنه الله نفخ من روحه في بطن العذراء وأتى المسيح بهذه الطريقة، فنرى بأن المسيح هو الإنسان الوحيد الذي ولد من روح الله، والقرآن يشهد على ذلك. والولادة العذراوية لم تتكرر في التاريخ، أي أن المسيح هو وحده الذي ولد بهذه الطريقة، ولم تتكرر هذه الولادة فيما بعد، وهذا الشيء جلب انتباهي وولد في أفكاري أسئلة كثيرة. الشيء الثاني الذي وجد في القرآن عن المسيح هو ألقاب المسيح. المسيح لقب بألقاب إلهية لم يلقب بها شخص آخر. مثلا نقرأ في القرآن المسيح دعي بكلمة الله، ففي سورة آل عمران الآية رقم 45 يقول القرآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وكذلك نقرأ في سورة النساء الآية 170: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلقب كلمة الله هو اللقب الذي خص به المسيح وحده. كذلك المسيح لقب بروح الله. شيء آخر من ألقاب المسيح أنه هو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، في سورة آل عمران الآية 45. معناها الوجاهة في الدنيا، فسرها أحد المفسرين المسلمين إنها هي النبوة، والوجاهة في الآخرة هي الشفاعة. هذا ما فسر البيضاوي أحد مفسري القرآن. ذكرت النبوة. النبوة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. استطعنا الترتيب لمقابلك سيد منذر، وناقشت مع زميلتي كيفية مجرى الحديث.